كانت فرس النبي صلى الله عليه وسلم في من سابق، وكانت هذه الفرس اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابي، وكان يسميها الأعرابي الضرس، فاشتراها النبي عليه الصلاة والسلام وسماها السكب. السكب هو الخيل الذي كأنك تسكب الماء، يعني السريع الذي لا يوقفه شيء لما يركض، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها. وهو منهج النبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة أنه كان يستحب تغيير الأسماء التي تكره، فغير النبي صلى الله عليه وسلم بلدة اسمها غبرة، غيرها إلى خضرة ونحو ذلك. وقيل أيضا إنه غير جدة اسم جد سعيد بن المسيب بن حزن، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال حزن، فقال بل أنت سهل، غير اسمه. ليش حزن؟ الحزن هو الصعب الغليظ، فغير اسمه إلى سهل، فأبى أن يقبل التغيير، وقال اسم أبي كان أعرف باسمي منك، يعني سماني أبي حزن ما أغير اسمي. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وإلا لو غير اسمه إلى سهل لكان له الشرف أن يقول سماني النبي صلى الله عليه وسلم سهلا غير اسمي، لكنه لم يرضى أن يغير اسمه. يقول سعيد بن المسيب الحفيد، سعيد بن المسيب بن حزن أو حزن، يقول وهو يروي هذه القصة وأن جده أبى أن يقبل تغيير اسمه، يقول فلم تزل بعدها الحزونة فينا، لم يزل بعدها الغلظ والشدة لم تزل فينا في ذريته بسبب ذلك الاسم. ولذلك أيضا من حق الولد على أبيه أن يحسن اسمه. بعض الناس ربما يسمي ولده على اسم جده أو اسم آخر، ويكون هذا الاسم أحيانا غير مرغوب، أو ربما له معنى سيء ونحو ذلك، ويغلبه على ذلك قبيلته وأسرته ونحو ذلك. والولد من حقه عليك أن تحسن اختيار أمه، وأن تسميه اسما حسنا، وأن تحفظه القرآن، مثل ما قال عمر رضي الله عنه ثلاث حق للولد على أبيه، وذكر هذه الأشياء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الاسم الذي يجد فيه شيء، ولذلك غير اسم الضرس، اسم هذا الفرس، إلى السكب.